عايز اعرف فيه قد ايه في الحساب بس. اقول لك ايه بس؟ ده انا لو ما دفعتش 100,000 جنيه قسط البيت اللي انا فيه هيطردوني اول الشهر. ده غير المكتب اللي بشطبه ومصاريف المدرسه بتاعت حبيبه. وبالرغم من ده كله رحت ودفعت الفلوس وبرضه مش عاجب، هعمل ايه تاني؟ سوري، هو مين صلاح فياض؟ ده محامي كان بيشتغل هنا في المكتب والاستاذ طرده. لانه فاسد. وكان بيستغل المكتب وياخد قضايا الحساب، يخلصها بالرشاوي والتزوير وشهود الزور وكل اللي ممكن تتخيليه. انا لولاش الظروف بس والله كنت فرشتلك الارض ورد يا بنتي. ده انتزاع الامر. الله، ايه الحلاوه دي؟ انت مش كنت تقفل الباب من جوه او تولع اللمبه الحمراء زي ما انت؟ ولما تخلص بقول جزر. 100,000 جنيه هي الجايزه اللي هيفوز بيها واحد محظوظ جدا. كل اللي مطلوب منك انك تجاوب على سؤال بسيط في المعلومات العامه، ولو عرفت الاجابه ابعت لنا اس ام اس على 13191. والسؤال هو مين اللي قال العباره الاتيه؟ عليك أن تفعل الأشياء التي تعتقد أنك ليس باستطاعتك أن تفعلها. هل هو المهاتما غاندي، روزفلت، يوسف إدريس؟ كل اللي عليك بس أنك تبعت رقم الإجابة الصحيحة من تليفونك، الرقم بس. هنسيبكوا دلوقتي مع عمرو دياب ونرجع نشوف كام واحد جاوبه صح. ابعته على 16161. باسم كل اللي شغالين في محطة كابيتال اف ام، احب اهني حضرتك لانك كسبت معانا النهارده الجايزة الكبرى 100,000 جنيه. لا طبعا مش هينفع نتقابل في مكان زي ده، ممكن اي حد يشوفني معاه. نتقابل عندك؟ طيب في حد عندك؟ خلاص يبقى نتقابل عندك. طيب نص ساعة واجيلك. باي. انا هوديكوا 60,000 ده. قضيتك ولا ايه؟ لا ابدا. الرائد عمر المصري، انت ساكن هنا؟ لا لا مش ساكن هنا. طيب ما تعرفش الشارع ده اسمه ايه؟ لا ما اعرفش. ماشي ما فيش مشكله. طب بقول لك ايه، ما سمعتش صوت من شويه كده؟ صوت ايه حضرتك؟ صوت زي فرقعه كده. لا ما سمعتش. غريبة، أصل أنا سمعت صوت زي صاروخ الشماريخ من اللي بيفرقعوه ده أو رصاصة.
ما المنطقة هنا زي ما انت شايف، يتقتل القتيل ولا حد يحس بحاجة. ما هو اصل المنطقة هنا عالية حضرتك، فممكن يكون الصوت جاي من اي حتة بيسمع هنا برضو. كان صح، انت صح. عطلتك؟ لا يا فندم. اتفضل. الظرف ده جالك ايه ده؟ مش عارف، انا بفتح اجيب الجرايد لقيته. انت كنت فين امبارح؟ We'll be right back.
الو. ايوه يا استاذ علي، انا من طرف هاني. هي مين؟ هاني عبد الخالق من كابيتال اف ام. حضرتك ما جيتش امبارح ليه؟ ما جيتش. كنت متاخر. يعني انت ما جيتش فعلا؟ اتاخرت فعلا وكنت بدور على العنوان والظاهر رحت مكان غلط. يعني مش انت اللي قتلت بوسينة؟ ايه سكت ليه؟ كنت فاكر انك هربت فعلا؟ كنت فاكر ان اللي قتلتها دي كلبه محدش هيسال عنها؟ كنت فاكر ان احنا نتفنى في اي حته كده ونكمل حياتنا عادي؟ اللي انت قتلتها دي تبقى مراتي وانا مش هيكفيني فيك يا دام. مش ههدى الا لما اشوفك بتتالم زي ما انا بتالم. خلي بالك من مراتك. انا ما قتلتش حد، واقسم بالله العظيم لو قربت من اي حد تبعي هتشوف انا اعمل فيك ايه. ها انا والله العظيم ما قتلت حد. انا ما قتلتش حد. ها ما تقلقش. اهدى انا برضو هتجوز واحده زباله زي اللي انت قتلتها دي. الله يرحمها بقى مطرح ما راحت. هو في ايه؟ في ايه؟ مقلب يعني ده ولا ايه؟ كاميرا خفيه؟ انا هوديكوا في 60 داهيه وهقفل لكم المحطه اللي انت بتشتغل فيها دي بعد ما اسجنك ان شاء الله. كاميرا خفيه؟ ده برنامج اذاعه يا عالي، ما فيهوش كاميرات. قصدك الميكروفون الخفي بقى. انا عايز افهم في ايه بالظبط، ودي اخر مره هسال. اللي حصل انك قتلت واحده مومس في شقه دعاره. ليه بقى؟ مش عارف. ممكن تكون اختلفت على السعر، او ممكن تكون هددتك انها تفضحك. التفكير سايبه يروح امك، ولا انا هبلغ البوليس حالا. وهتقول له ايه؟ هتفصل له ازاي الصور والبصمات والبواب اللي شافك وانت طالع؟ مش عارف يا علي، بس انت المحامي مش انا. تفتكر ان موقفك في القضيه كويس؟ انا ما حدش هيصدق ان انا على علاقه بواحده مشبوهه او بروح بيت دعاره. حاجه فعلا صعب انها تتصدق. انا شخصيا لو قلت لي حاجه زي كده مش هقتنع بنسبه 100%. بس تعالى كده نشوف اللي حصل بالظبط. رقم ما اعرفوش كلمني وقال لي روح عنوان شقه في المقطم عشان تاخد 100,000 جنيه. رحت لقيت هناك واحده مومس حاولت تقتلني بدون اي سبب، قمت قاتلها. ايه رايك؟ انا شايف ان القصه الاولانيه مقنعه اكتر. فكر يا علي، فكر في مصلحتك سمعتك، بلاش كل ده، فكر في مراتك وبنتك. تعرفت منين ان عندي بنت؟ ايه ده؟ انت عندك بنت فعلا؟ ده انا بخبطها كده طلعت صح. طب ايه بقى، ليها اخوات ولا وحيده؟ انت عايز مني ايه بالظبط؟ ايوه هو ده السؤال. مع الظرف اللي انا بعته لك هتلاقي مفتاح عربيه قديم، خده معاك وانت رايح الشغل. انا مش هاخد اي حاجه معايا غير لما اعرف انت عايز مني ايه بالظبط. ما انا قلت لك عايزك تاخد مفتاح العربيه القديم وبس. كنت هنسى. بعد كده لما تحب تتخلص من دليل او حرص ما ترموهوش في الزباله، لان ده اول مكان المباحث بتدور فيه. حاجة يا استاذ علي؟ هو انا كنت ست حاجة، هو الزبالة كانت هنا فين؟ طلعتها بره. معلش يا تيسير، انا معرفتش اقابلك امبارح، اظنك شفتني عصبي كده هون ومتنرفز عشان كنت بزعق لزميله عندنا هنا وغلطت في حاجه يعني. فما تتضايقش. طبعا علي اللي كان مفروض يقعد معاك ويقابلك، لكن انا شايف ان استاذ ياسين مهتم بيك وعشان كده كلفني انا شخصيا بالموضوع ده. طبعا افتكرت ان احنا بنوزعكوا الكلام ده. لا 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 لا، مش ده قصدي خالص، بس انا ما اخبيش عليك ده بيحصل لنا طول الوقت في المكتب. المكتب ده أشهر وأحسن مكتب محاماة في البلد، ها؟ ومحاميين كتير يتمنوا يقعدوا القعدة اللي أنت قاعدها دي. قول لي بقى، أنت عايز تتمرن معانا السنة دي مش كده؟ السنة اللي أنت هتتمرن فيها معانا دي هتساوي 100 سنة تمرين في الكلية، عشان كده عايزك تستفاد بيها كويس جدا، وتركز معايا وتشوفني بعمل إيه كويس، ها؟ لأن مش هيجي مرة، يعني مش هيجي الحاجة مرة واتنين وتلاتة، ها؟ مرة واحدة وتتعلم على طول.
وتاخد ثقه في نفسك، لان ده اللي هيوقفك قدام القاضي وتترفع كده بقلب جامد. ها ده السي في بتاعك، وريني. مالك يا معلم قلقان كده ليه؟ ما تخافش انا معاك، ده انت حظك حلو ان انا اللي همرنك، والاستاذ ياسين موصي عليك كمان. ها اجمد كده. ايه ده يا ابني ده؟ ده انت مش محتاج توصيه. امتياز الاربع سنين بتفوق، تاني على الدفعه، دبلومه في القانون الجنائي. انت ليه ما بتشتغلش في الكليه؟ بتقدر تقول يعني ان انا عندي مشكله، عندي مشكله ما تخلينيش اعرف ادرس للطلبه. ربنا ينصرنا ان شاء الله يا استاذ. الاستاذه شيرين اللي كلمتك عنها هي اللي هتتولى قضيتك. طب ربنا يتولانا بقى. الاستاذ حسن العسال انت عارفه قضيه اخوه طبعا. طبعا. حظه وحش، كل ما يتجوز واحده تطين عيشته وتضلم له الدنيا. امره ما على واحده قمر كده. لمؤاخذه استاذنا طبعا احنا تحت امرك، ومن ايدك دي لايدك دي، واللي يشوفه شيل يبقى شياه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش ده المتهم بقتل مراته والبوليس مش لاقي الجثة؟ لا ده أخوه. ده بقى بتاع مخدرات وحاجات خفيفة كده يعني. واضح إن حضرتك بتحبني أوي. لا بس خفيكي أوي. إيه؟ تزعلي دي؟ لا بالعكس. حضرتك كده سهلت لي الموضوع اللي جاي أكلمك فيه. إيه خير؟ موضوع إيه؟ علي. علي؟ الأستاذ علي. أنا عارفة إن الموضوع ده حساس جدا، وإن حضرتك لو ما صدقتنيش ممكن أسيب المكتب. أستاذ علي حاول أكتر من مرة إنه يتجاوز حدود الزمالة معايا، وأنا ما كنتش عاوزة أتكلم، بس الموضوع إمبارح زاد عن حده قوي. زاد عن حده إزاي يعني؟ كنت في مكتبه إمبارح. بص يا شيرين، علي ده يبقى جوز بنتي، وأنا بعامله زي ابني بالظبط، وبعدين علي ده راجل. ولو في اي راجل في المكتب ده ما حاولش يتخطى حدود الزماله معاكي يبقى راجل مش طبيعي. يعني انا كنت متصور ان ممكن تقولي لي الحق يا استاذ علي مش بيعاكسني. في الحاله دي كان ممكن اعاقبه. بقول لك ايه؟ ما تيجي تتغدي معايا النهارده؟ انا؟ ايوه انت. اهو نتكلم في قضيه حسن العسال، وبالمره نشوف حكايه الواد علي ده. لا ده موضوع خطير طبعا، ما تسكتش عليه. طبعا. اه سليم انا. أنا مجرب مطلع ثلاث مرات قبل كده. امبارح بالليل كنت فين؟ كان في ناس عايزين استشاره قانونيه بس كانت مستعجله شويه. استشاره قانونيه؟ ودي ما تنفعش بالتليفون، لازم تسيبني انا وبنتك لوحدنا في نص الليل في حته مقطوعه زي دي. استغفر الله العظيم يا رب. في ايه يا علي؟ هو انا مش من حقي اسالك؟ لا يا ستي من حقك. من حقك تساليني ومن حقك تقطميني كمان. هنغير الموضوع. لا ده هو ده الموضوع. انا اللي دايما اسف، انا اللي دايما مقصر، انا اللي دايما غلطان. وغالبا بتبقى الغلطه ليها علاقه بالعيشه الفقر يا عيني اللي انا معايشك فيها. انت ليه بتقولني كلام انا ما قلتوش؟ بقولك ايه يا بنت الناس، لو الحته المقطوعه اللي انت ساكنه فيها دي مش قد المقام، يا ريت تقولي لي عايزه تسكني فين عشان انا طلعان عين امي عشان اكمل تمن البيت ده. اولا انا ما قلتش ان البيت مش عاجبني، وبعدين فكر فيها كده، انت ترضى انك تسيب مراتك وبنتك في حته مقطوعه في نص الليل زي دي؟ افرض احتاجنا دكتور، تفتكر في حد هيرضى يجي لنا في الحته دي؟ وبعدين انت نسيت اللي حصل من اسبوعين؟ ده انت كنت معانا، افرض بقى ما كنتش موجود. تفكر في بنتك، بلاش انا. ماشي. انا اضطريت انزل امبارح اقابل ماهر لان كان عنده قضيه معقده كده ليها علاقه بارض وورث وكلام زي ده، وانت عارفه ان ماهر مسيحي، يعني ضعيف في الحاجات دي، ولازم كنت اقعد معاه لان لو ما عملتش كده انت عارفه كويس قوي دماغ ماهر، هيقول لي انت نسيت اصلك واتنكت علينا والموضوع ده حساس وانت عارفه. يعني انت امبارح كنت في الزيتون؟ لا قابلته في حته قريبه هنا. طب وايه الظرف اللي جالك الصبح؟ جاريه بقى يا شيرين، هو تحقيق ولا ايه؟
شيرين. يا دينا استنى، يا دينا استنى. معلش انا مش مركز، وبعدين كنت اصلي بتخانق مع البنت اللي اسمها شيرين اللي عندنا في المكتب دي، عشان عايزاني اقبل قضيه وانا ما ينفعش اقبلها، وعلي ضغوط كتير فمعلش اتلخبطت. ما تكبريش الموضوع. لا الله يكون في عونك. عملت ايه؟ احنا ابتدينا النهارده. بس انا خايفه علي يشك. خوفك وقلقك ده هو اللي هيعمل مشكله. لو مش عايزه تكملي قولي من دلوقتي، عشان بعد كده مش هينفع. لا خلاص نكمل. وانا تحت امرك، وانت عارفه انا عايز ايه. مش وقت الكلام ده، انا اصلا خايفه جدا، انا اول مره في حياتي اعمل العمله دي، بس هو اللي خلاني اعمل كده. كده يبقى عداك لعيب. انا مش عايزك تفكري في حاجه خالص وتسيبيني انا اتصرف. ولو احتجت لك استاذ علي. نعم يا اسراء. في واحد ضابط مستنيك في مكتبك. استاذ علي ازيك يا فندم؟ اتفضل. معلش انا جاي لك من غير ميعاد، بس الظاهر امبارح انت كنت مستعجل شويه. هو سعادتك كنت عايز تقول لي على حاجه وما لحقتش. لا هو في حاجه عايز اكلمك فيها النهارده. خير يا فندم؟ حضرتك ما خدتش بالك من اللي حصل امبارح؟ هو ايه اللي حصل؟ يعني ما فيش حاجه ضاعت منك، وقعت منك في مكان معين. مش واخد بالي. طيب مش مستغرب اني عرفت عنوان مكتبك؟ هو انا كنت لسه هسال سعادتك والله، بس حسيت انه ممكن يكون سؤال مش مناسب يعني او مش مؤدب. وقعت منك. فين؟ في المكان اللي انت كنت واقف فيه بالعربيه. الظاهر وانت بتطلع المفاتيح المحفظه وقعت من جيبك من غير ما تاخد بالك. دي فيها كل حاجه، كروتك الشخصيه والبطاقه والكارنيه وكارنيه النادي وكارت الحساب بتاع البنك. اتاكد ان مفيش حاجه ناقصه. خبر يا فندم ازاي بس؟ انا مش عارف اشكرك ازاي. طب كنت بعتها لي مع عسكري ولا اي حاجه بدل ما تتعب نفسك؟ لا ما هو انا قاصد ان انا اجي لك بنفسي علشان في موضوع كده كنت عايز اكلمك فيه. موضوع ايه؟ استاذ علي انا مؤمن جدا بالنصيب، وما اعتقدش ان في اي حاجه بتحصل كده بالصدفه. امبارح انا كنت في المقطم علشان احنا لينا حته ارض هناك قريب من المكان اللي احنا اتقابلنا فيه. الأرض دي عليها نزاع قانوني ما بين شركة وورثة وحاجات زي كده. أنا كنت رايح أبص على الأرض وأخد بياناتها على الطبيعة علشان بعد كده أروح لمحامي وأخليه يرفع لي قضية. وسبحان الله ببص لقيت المحامي قدامي في نفس المكان. ده محظنك كويس والله. محظنك كويس. احكي لي بقى من الأول. أطلب لك قهوة تاني؟ كل ده يطلع منك يا سامي؟ لو تشوف شكله ساعة ما قلت له على مراته. انت مش متخيل شكله بيترعب منها. بس انت كده فهمتيه صح على فكرة، ما بيجيش غير بالعين الحمر. عارفة انه لو ما كانش ابوه كان زميلي انا ما كنتش عينته في المكتب، يعني كل مؤهلاته والده. طب وانا؟ يا شيرين انت ما بتبصيش المراية ولا ايه؟ وحضرتك عينتني عشان شكلي حلو؟ أنا في الشغل ما ببصش الحاجات دي، لأن لو بصيت الحاجات دي لا هيبقى في شغل ولا هيبقى في حاجات دي.
انت قلت لي كنت متجوزه قبل كده؟ من فتره بس ما حصلش نصيب. ما حصلش نصيب ازاي يعني؟ كنا بنشتغل سوا في مكتب الدكتور هشام، كنت لسه متخرجه وراجع طازه من الكويت، ما عنديش صحاب، ما عنديش حياه اجتماعيه. فضل يقرب لي شويه بشويه لغايه ما افتكرت ان انا بحب. بس بعد ما اتجوزنا اكتشفت ان احنا مختلفين تماما، انا وهو ما فيش حاجه بتجمعنا، وكمان ما ينفعش نبقى مع بعض في مكان واحد. انا سبت المكتب اللي بشتغل فيه بسببه. يعني انت اللي طلبت الطلاق؟ كان بيغير غيره مش طبيعيه، كان مجنون. عنده حق شيرين، مش متخيل كنت بحس بالغربه ازاي معاه. احنا كنا مختلفين تماما، طموحه صفر، انا بحب شغلي جدا، هو يعني بيشتغل كده وخلاص. مش عايزه اقول يعني انه شخصيتي اقوى من شخصيته، واكيد مش اي واحده تتقبل الحكايه دي، خصوصا اذا كانت طموحه زيك. بالظبط. اكيد طبعا لسه بيحبك وعايز ارجع لك، لدرجه ان انا قلت له في مره ان انا هبلغ البوليس. غلبان. المفروض انه يعتبر ان الفتره اللي قضاها معاك دي كانت مكافاه، منحه. مستنى يسيب الدنيا تخلص له حقه مني. شوف يا جيرين، مفيش واحده بتطلب الطلاق من واحد من غير سبب خطير وقوي وبتعيش سعيده، وكذلك الراجل على فكره. العلاقه بين الراجل والست وخصوصا العلاقه العاطفيه مبنيه على حكمه بتقول داين تدان. يعني اذا جرحتي واحد في واحد هيجرحك، اذا سبت واحد في واحد هيسيبك. انا ما ظلمتوش، انا ظلمت نفسي لما اتجوزته. هنشوف. المهم انا الفتره اللي جايه دي هعتمد عليكي اكتر في الشغل. علي ممكن مش هكمل مرافعة في قضية خالد الصرفي. وعلي مش هيترافع في القضية ليه؟ علي عنده شغل تاني. مهم، قلت ايه؟ مستعد. اعتبر ده وعد؟ بس ما قلتيش بقى مستعدة ليه بالظبط؟ مستعد ان انا بطل اقول لحضرتك حضرتك ويا استاذ الحاجات دي. الحاجات دي. متشكر جدا يا استاذ علي، ده الكارت بتاعي، لو احتجت اي حاجه ارجوك تكلمني على طول. ان شاء الله. استنى منك بقى العقد الاصلي بتاع الارض وشهاده الوفاه بتاعت الوالد. ان شاء الله بكره يكونوا عندك. استاذ علي سامحني، بس انت كنت هناك في المقطم بتعمل ايه؟ تايه. كنت تايه. ده من حسن حظي. عن اذنك. سراء، الأستاذ موجود؟ هو راح يتغدى مع الأستاذ شيرين، أطلبه لك؟ لا لا لا، بقول لك إيه، هو مين اللي بيكتب الكلام ده؟ أي حد، بس غالباً بيبقى سامي. ومبارح؟ لا مش عارفة، تحب أسألك؟ لا لا لا، شكراً. علي، علي، استنى، تعال تعال. إيه يا سامي؟ تعال، عايزك في موضوع مهم جداً.
تعال. موضوع ايه؟ تعالى بس استنى نقفل الباب علشان محدش يسمعنا. تعال تعال انا عايزه اوريك موضوع كده اهو عامل لي بلضه في دماغي. تعال انت ساكن في القاهره الجديده مش كده؟ ايوه. دي بقى يا سيدي القاهره الجديده على جوجل ايرث، ودي 6 اكتوبر، وتقريبا عايش في المدينتين دول رجال الاعمال اللي عندهم مكاتب وشركات في المهندسين. دي ايه بقى؟ سامع وحياه ابوك، هتقول لي عايزني في ايه؟ لا تسيبنا نتكل على الله. يا عم استنى بس انا عايز احل لك مشكلتك. مشكلتي؟ ايوه يا عم، قول لي بس دي ايه؟ دي دار السلام. دار السلام، ايه دار السلام دي بقى؟ دار السلام دي منطقه عشوائيه ساكن فيها ناس غلابه بائسه. هيحصل ايه بقى لو خدنا الناس دي في حته الصحراء اللي جنبيهم وبنينا لهم كده اهو عمارات نظيفه يعيشوا فيها كده اهو كويس؟ يعني مش انت اللي قتلت مسيلة؟ كنت فاكر لو قتلتها دي الكلبه محدش هيسال عنها؟ في المهندسين ينقلوا في المساكن دي ومفيش يا معلم حد هيدفع حاجه من جيبه. اللي حصل انك قتلت واحده بس في شكل تاني. ليه ده؟ قبل ما العمارات دي تتبني هتكون المكاتب دي كلها متباعة والبلد تبقى فاضية، وانت بدل ما تقعد الظرف اللي انا بعته لك هتلاقي مفتاح عربية قديم وتقعد وتعيش. ها حليت لك مشكلتك ولا لا؟ الو جبت المفتاح معاك؟ بص بقى يا حبيبي، اللي انت بتعمله ده اسمه ابتزاز، واسمه جريمه تلفيق اتهام للاخر، والعقوبه ممكن توصل فيه لثلاث سنين، ده غير اللي ممكن اعمله فيك. فيا ريت بقى ننهي الموضوع ده كده بهدوء احسن لك. يا ثلاث سنين؟ طب انت عارف ان اللي انت عملته بقى اسمه جريمه قتل عمد، ودي اقل عقوبه فيها 15 سنه. 15 سنه يا علي، تفتكر مراتك هتستناك 15 سنة؟ الزم حدودك وما تجيبش سيرة مراتي، يا اما اقسم بالله هجيبك وهمسح بيك الارض. جبت المفتاح معاك؟ ايوه. شاطر. اسمعني بقى وركز معايا كويس لان ما قدامكش وقت. خد المفتاح وروح الجراج بتاع جراند مول. في الدور التالت تحت الارض هتلاقي عربية فيات 132 بترولي ملاك القاهرة. افتح شنطة العربية بالمفتاح، هتلاقي شنطة صغيرة، خدها واقفل العربية. وأنا حابب أكلمك تاني وأقول لك تعمل إيه. أنا مش فاضي، ومستحيل أسيب شغلي وأروح في أي حتة. أنا مقدر ظروفك وانشغالك طبعًا، بس بص للموضوع من زاوية تانية. لو ما رحتش تجيب الشنطة اللي بقول لك عليها، بكرة هتبقى مشغول بحاجات تانية خالص غير الشغل. يا ابني مش عايز أوسخك، بس أنت اللي بتكبرني. الشنطة اللي عايزني أجيبها دي فيها إيه؟ تعرف هقولك، ولو انت حاسس ان الشنطة فيها حاجة مش مظبوطة سلمها للبوليس او للامن بتاع المول. ما تسكتش على حاجة غلط يعني. بقولك ايه، انا مش رايح في حتة، واعلى ما في خيلك اركبه. انت عارف ان الظابط اللي كان عندك من شوية انا اللي اديته المحفظة بتاعتك وقلت له ان لقيتها في الشارع ناحية العربية؟ مع انها ما كانتش هناك خالص. دي كانت في ايد المرحوم الله يرحمه. كان بتحاول تقلبك الظهر بعد ما رفضت انك تدفع لها، وبالرغم من معزتها عندي غطيت عليك وما قلتش الحقيقه عشان الحقيقه ان انا ما عملتش اي حاجه غلط، والموضوع ده كله من اوله لاخره متلفق. انا راجل شريف ومش هسمح لحساله زيك انه يورطني في اي حاجه ضد القانون. ولما انت شريف وما عملتش حاجه، هربت امبارح ليه؟ ما اعترفتش للظابط ليه؟ ما قلتلوش ليه لما جالك؟ قول الحقيقه يا علي، انا عارف ان الموضوع صعب، بس واجه نفسك بالحقيقه. انت مش شريف زي ما بتقول. انا اشرف منك ومن اهلك. ايه اللي نزلك من بيتك الساعة 12 بالليل عشان تاخد فلوس من محطة اذاعة؟ طب ايه اللي خلاك اصلا تشترك في مسابقة عشان تكسب فلوس؟ محتاج مبلغ زي ده للدرجة دي؟ ليه؟ انت محامي شاطر وساكن في فيلا في التجمع،
فعلا شريف زي ما بتقول وما عملتش حاجة غلط وواثق انك ممكن تطلع براءة من الموضوع ده، بعد ما تقفل معايا بلغ البوليس. ها بعد ساعة بالظبط هتصل بيك، واحسن لك تكون في جراند مول، ولو اتصلت بيك في اي وقت وما ردتش عليا او لقيت موبايلك مقفول هستنى 10 دقايق واتصل بيك تاني، لو ما ردتش هسلم الادله اللي معايا للبوليس بعد ما بعت منها نسخه لمراتك. We'll be right back.